أيها السادة، جاءنا البيان التالي. ظهور عصابة تدعى على شانك يا بلدي تختطف الشباب من أمام الأكشاك وتحرضهم ضد الجهل والفقر وتستدرجهم إلى طريق الخير والتنمية. وقد صرح أحد المسؤولين أنهم توصلوا للمكان الذي تمارس فيه العصابة نشاطها للعام التاسع على التوالي، وهو عزبة أبو قرن. وجاري الآن البحث عن المفقودين. ومعنا الآن مراسلنا من أمام أحد الأكشاك، غادة. هل تسمعوني؟ هل تسمعين يا غادة؟ نعم زميلي مصطفى، أسمعك بوضوح. نعم، معنا من أمام أحد الأكشاك والد أحد المختطفين. ممكن تقول لنا الاختطاف حصل إزاي؟ والله أنا لسه راجع من الحج، وأمه اديته 2 جنيه عشان ينزل يجيب حاجة من الكشك، بس ما رجعش ولا رجع ال 2 جنيه حتى لو أنا حبيبي. نعم هذه هي عمو. حضرتك يا عمو، أنا حضرتك تعرف أي حاجة عن عمو؟ نادي عمتك بسرعة يا ابني عندك. الله حضرتك تعرف إيه؟ حلوه هو فعلا شركه بلدي بتعمل بلد كتير قوي فعلا، بس انا احكي لك على حصلت. امي بس بتموت، اقسم بالله، يعني اقسم بالله. بعيد عن حبت ازاي، لان كان موضوع جه صدفه، بس في الاول كنا واقفين انا واصحابي هنا بنشرب لبس، فجوه الناس خطفتنا وقاموا علينا وحطونا في عربيه تحت نقل، مش عارف ازاي كان معانا في كل ده، كنا عدد كبير جدا. وبعد ما رحنا فتحوا علينا وكده ولقونا بيجمعونا خمس مجاميع، مش عارف ازاي، بس قالوا في مجموعه منها سموهم تمويل اقتصادي وعملوا مشاريع وحاجات كده، قالونا تقريبا دولهم تمويل يعني. والناس تانية بيقولوا مشاركة معرفية، ومش عارف هيشاركوا معرفية ايه، بس ولا هيشاركوا مين مش عارف. ناس تانية طلعوا جلسة بيوزعوا صيد وسكر، تقريبا ناسيين الانتخابات حاجة كده يعني. وناس تالتة بتوع تربية، مش عارف هيربوا ايه بالظبط، يعني هم هيربوا حاجة بس انا احنا مش عارف. وفي الاخر قالوا بحث وتطوير، وقالوا لهم هيجمعوا معلومات عن ناس معينه، مش عارف. لو قلت بقى هيجمعوا معلومات اكيد اجندات، ومن هنا قلت لازم اهرب عشان اخوك يا اخي مفيش حاجه كده. على فكره حرام والله، والله حرام. انا واحد، انا واحد من علشانك يا بلدي، انا محمد حسام من علشانك يا بلدي. الناس دي زي الفل وكل حاجه، يعني مثلا نعتذر عن هذا العطل الفني، وكان معنا احد اعضاء علشانك يا بلدي. حضرتك بتقول ايه؟ بقول ان احنا في علشانك يا بلدي بنجيب الناس ونرسم على وشوشهم البسمه. ماشي يمشي يعني. علشانك يا بلدي اسلوب حياه. ايه؟ ايوه السادة. العصابة تدعى علشانك يا سادة. مش زميلي مصطفى. نعم بص يا زميلي. ستوب من كده، انا في تصوير ولا حمو. تعال رسم عليه. كان موضوع صعب. انا كتبتها امشي يا عم.